السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. بإذن الله تعالى هناخد موضوع البورت سيكيورتي، محاضرة النهاردة بعنوان Switching Port Security Configuration. تعالوا نشوف بقى هناخد ايه النهاردة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده هناخد overview على البورت سيكيورتي concepts. هنعرف ايه معنى البورت سيكيورتي، الميكانيزمز بتاعته، الكونفيجريشن بتاعته. طبعا هندرس بقى الكونفيجريشن بتاعته بشكل مفصل في التشالنجينج لاب نمبر 4، وكذلك هنحل اسئله الامتحان الدولي على البورت سيكيورتي. تحب اقول لكم سر؟ بما ان ناس كتير من اللي بتتابع المحاضرات ناس لسه بادئه في السي سي ان اي، البورت سيكيورتي هيتكرر معاك. يعني هو اوريدي انت بتاخده دلوقتي في السي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج، هتلاقيه بيتكرر معاك في الاتي. هتاخده في السي سي ان اي سيكيورتي، اوكي، هتاخده في السي سي ان بي، هتاخده في السي سي ام بي بس تراك السويتشنج، تمام. برضو هتاخده في السي سي ام بي سيكيورتي، اعتقد تراك ال 208، تمام، بالسي سي ام بي سيكيورتي. يعني هتلاقيه بيتكرر معاك في كذا موضوع، يعني الموضوع ده بيتكرر معاك في كذا شهاده، او بيتكرر معاك في كذا منهج. ده بيدل على اهميه الموضوع. فعلا فعلا هو ككونسبت مش صعب، ككونفيجريشن مش صعب، ولكن مهم وكريتيكال جدا. واقول لكم سر بصراحه، يعني من خبرتي العمليه، ناس كتير ما بتهتمش بالبورت سيكيورتي. هنتكلم عن المشاكل والهجمات، او يعني ده انا بما ان انا بتكلم عن بورت سيكيورتي فانا اكيد بتكلم عن اسلوب دفاعي قصاد هجمه بيعملها اتاكر او هاكر، تمام. يعني انا هقول لك دلوقتي البورت سيكيورتي لازم يجي في دماغك، طالما انت شفت حاجه قبلها سيكيورتي اكس سيكيورتي، يعني انت لازم تعرف ان الحاجه اللي انت هتدرسها دي انت بتصد بيها هجمه من اتاكر. طيب، كلام جميل جدا. البورت سيكيورتي ده بقى ايه قصته؟ بصوا يا شباب، هندردش كده ايه في شويه حاجات. انا دلوقتي مثلا هنا مكتوب ايه؟ attacks that can sever your switching infrastructure. الاتاكس اللي هو الهجمات اللي ممكن تنهك البنية بتاعت السويتشنج عندك. انت عندك شبكة فيها شوية سويتشات، فايه الهجمات بقى؟ منها الـ DHCP starvation، الماك starvation او الماك flooding اتاك. هناخد بقى ايه الهجمتين دول وفي ضوءهم، يعني احنا نشرح الهجمتين دول وفي ضوء الهجمتين هنشوف ازاي بنحلها. طيب، كلام جميل جدا. تعالوا نفتح كده الايه الوايت شيت. بصوا يا شباب، انا هعمل دياجرام كده بسيط جدا جدا جدا. انا دلوقتي عندي سويتش اهو متصل ببي سي. طيب، كلام جميل جدا. هعتبر ان الاي بي الشبكه بتاعتي 192.168.1.0/24. طيب، كلام جميل. الراوتر عندي واصل على الانترنت الاي اس بي. طيب، كلام جميل جدا. الراوتر واخد بوينت 1، البي سي عندي واخد بوينت 2. حلو، فين الهجمه؟ احنا دلوقتي هنشرح الدي اتش سي بي ستارفيشن. هعتبر ان انا عندي في دي اتش سي بي سيرفر هنا، دي اتش سي بي سيرفر ايه وظيفته؟ ان هو بيوزع الايه الاي بيهات. كلام جميل جدا. فانا عندي البي سي خد دوت 2، فالبي سي اما خد الاي بي من الدي اتش سي بي سيرفر، دي اتش سي بي سيرفر قال له ايه؟ قال له يا بي سي، انت الاي بي بتاعك 192.168.1.2. كلام جميل. ده اول انفورميشن او اول تفصيله بيديها دي اتش سي بي سيرفر للبي سي ده، او فيما يسمونه يعني في دي اتش سي بي كلاينت، وبيقول له يا بي سي، السبنت ماسك بتاعتك 255.255.255.0. كلام جميل. وبيقول له يا بي سي، اي بي الديفولت جيت واي، اي بي الراوتر اللي هيخرجك على الانترنت هو 192.168.1.1. ليه المعلومه دي؟ لان البي سي اما يحب يبعت لاي بي ديستنيشن اي بي خارج نطاق الشبكه بتاعته، البي سي هيعمل ارب على مين؟ هيعمل ارب عشان ياخد الماك ادرس بتاعت الايه، او لاير 2 ادريسنج، او لاير 2 ادرس بتاع الراوتر، وبالتالي يبعت
يحط الديستنيشن ماك بتاعت الراوتر، ده يحط الماك ادرس بتاعت الراوتر في خانة الديستنيشن ماك، وبالتالي لما يبعت الفريم الى السويتش، السويتش هيقرا في الفريم الديستنيشن ماك بتاعت الايه الراوتر، يقوم مطلعها من الايه البورت ده. طبعا احنا شرحنا الميكانيزم بتاع السويتشنج في السويتشنج فاندمنتالز بارت 1 وبارت 2، شرحنا الامكانيه ازاي السويتشنج السويتش بيبني الكام تيبل، وبناء عليه بيديسايد بيقرر انه يفورورد باكيت من بورت الى بورت. تمام، كلام جميل. فطبعا دي فايده ان البي سي يكون عارف الاي بي بتاع ديفولت جيت واي، ليه؟ عشان لما يجي يعمل ارم عشان ياخد ماك ادرس، هياخد الماك ادرس بتاعت الايه الراوتر، بالتالي يفرود الايه الداتا على الراوتر، والراوتر بقى ايه يصرفها بمعرفته بقى، يودي الداتا دي لو انت هتروح مثلا لسيرفر، السيرفر ده الاي بي بتاعه مثلا 1.1.1.1، السيرفر بقى ايه الراوتر عارف ازاي يروح الى الايه السيرفر ده. طبعا الراوتر ازاي يعرف يروح للسيرفر دي في الراوتنج بقى هناخدها باذن الله. طيب، وكذلك الدي اتش تي بي سيرفر بيقول الدي اتش تي بي كلاينت، خلي بالك يا كلاينت اما تيجي تحب تخش على موقع فانت اكيد هتكتب www.facebook.com مثلا، ويا بي سي لان الاجهزه بتاعه النتورك الراوتر السويتش ما بتفهمش لغه الدومين نيم. يعني انا لو كتبت www.facebook.com ويا بي سي، لان الاجهزه ما بتفهمش لغه الايه، يعني دي مش اسلوب عنوانه، يعني يعني يا بي سي انت ما تيجي عايز تروح للموقع ده انت هتروح ثرو السويتش وثرو الراوتر تطلع للايه للموقع للسيرفر اللي شايل الفيسبوك، ولكن يا بي سي لان الاجهزه دي النتورك انفراستراكشر ديفايسز دي ما بتفهمش لغه الدومين نيم، بتفهم لغه اي بي هات او ماك ادرس او لاير 3 لاير 2 ادرسنج، فانت هتضطر تحول الايه الدومين نيم ده لايه لاي بي، صح ولا لا؟ تخيلوا مثلا لو انا جيت مثلا فتحت الران كده وكتبت سي ام دي، اوكي، وجيت فتحت مثلا انس لوك اب، اها انا دلوقتي هسال الدي ان اس بتاعي مين، هو 48 اللي هو الجوجل بابليك دي ان اس داش اي دوت جوجل دوت كوم، ده البابليك ده الدومين نيم بتاع الاي دي ان اس سيرفر، وده الاي بي بتاعه اللي هو 48. طيب لو انا جيت كتبت انا هنا في الانس لوك اب هسال يا دي ان اس يلي انت 48 هو www.facebook.com الاي بي بتاعه كام، هيقول لك ده 179.60.122.36، فالجهاز يحط الاي بي ده في خانه الديستنيشن اي بي ويطلع بالتالي للفيسبوك، فده فايده الايه ان الجهاز يعرف الدي ان اس سيرفر اي بي بتاعه، ده يعتبر برايمري. طب في حاله ان ده انريتشبل، حالات كتير بتحصل، خصوصا المشكله اللي حصلت يعني في مشكله برضو حصلت ان الناس ما بتعرفش تخش الا على موقع مثلا فيسبوك بس، وحصلت الكلام ده اعتقد حصل الكلام ده من 3 اسابيع او شهر، كانت مشكله في تي داتا، فطبعا كانت المشكله في الدي ان اس، ان انت اغلب الناس هتلاقي كده ان انت واخد في خانه الدي ان اس عندك هو الراوتر، فالراوتر اصلا ما اساين الدي ان اس بتاعه على تي اي داتا، ودي دي ناس بتاع دي داتا عطلان، فاحنا لو كنا بنقول للناس حط 4 8 او 4 3 2 لو ما اشتغلش معاك حط مش عارف ايه، فانا افرض ده unreachable، حصلت كتير على فكره معايا ان انا لقيت ال 4 8 ده unreachable، فاقول له يا بي سي لو انت ما عرفتش توصل للدي ان اس البرايمري ده مثلا استخدم الدي ان اس ده 4.2.2.2 اللي هو برضو بتاع ده ملك جوجل، برضو ممكن تحط 8 14 الكلام ده كله، يعني 8.8.4.4 ده برضو اي بي ال دي ان اس بتاع برضو الايه الجوجل. طيب الكلام جميل جدا، فدي خمس معلومات مهمه جدا بيعرفها البي سي من الدي اتش سي بي سيرفر، كلام جميل. تعالى بقى افرض ان فلان ده هاكر بقى او اتاكر، انا بحب اسميه اتاكر مش هاكر، تمام، الراجل اللي هيخترق ده راجل ايه مهاجم، هو اللي ايه اللي بيهجم على الايه الشبكه، وهفترض ان انا فيكتيم الضحيه. طيب كلام جميل، في الاتاك دي اتش سي بي ستارفيشن، ان الهاكر بيبعت للدي اتش سي بي سيرفر يقول له يا دي اتش سي بي انا عايز اي بي. طيب كلام جميل، الدي اتش سي بي سيرفر يا جماعه بيعطي الاي بي بير ماك ادرس، يعني هو انا دلوقتي لما احب اخد اي بي فانا بعمل ايه، ببعت رساله برودكاست اللي هي دي اتش سي بي ديسكفر، بقول دي اتش سي بي سيرفر يرد عليا اي نيد ان اي بي ادرس، انا عايز اي بي ادرس، يوم الدي اتش سي بي سيرفر بيبعت لك، يعني بيبعت لك انت. طب السيرفر بيبعت لك ازاي؟ لانه بيبقى عارف الايه الماك اللي انت خرجت منه، فبيأساين بيقول مثلا انا اديت 192.168.1.2 اللي هو الايه الاي بي بتاع الفيكتيم للماك ادرس اللي هو مثلا 2222، ده مثلا بفرض ان ده الماك ادرس بتاع ايه الفيكتيم. كلام جميل، الهاكر بفرض ان هو الماك ادرس بتاعه 4 3، اوكي، فهيروح يعمل دي اتش سي بي سيرفر، الدي اتش سي بي سيرفر هي ايه
192 واحد والتلاتة تلاتة 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 تلاتة. كلام جميل. ده بيسموه على فكره يا جماعه في، يعني انت لما تيجي تسيرش، لو انت عملت دي اتش تي بي سي سيرفر مثلا على الراوتر، على الراوتر هتعمل شو اي بي دي اتش تي بي بايندنج، يوضح لك الايه الاي بي هات اللي اداها دي اتش تي بي سيرفر، وبيربط الاي بي بالماك. تمام كده. طيب لو الهاكر، الهاكر عايز ياخد اي بي تاني غير الواحد والتلاته هيعمل ايه؟ هو مش هيعرف، لان انت مثلا لو انت فصلت كابل الشبكه او عملت ديسيبل، ديسيبل للكارت بتاعك وعملت انيبل، هتلاقيه برضو بياخد الاي بي اللي هو 1.3. ليه؟ لان هيروح برضو للدي اتش تي بي سيرفر، الدي اتش تي بي سيرفر يقول له الله هو انا يا عم مش لسه مديك 1.3، خد 1.3 تاني. تمام. لانه بيربط الايه الاي بي بالماك ادرس. طبعا ده مش انليميتد او مش انفاينايت، يعني الدي اتش تي بي سيرفر بيعرف لديه قيمه اللي هي الليست تايم. الليست تايم ان انا بقول مثلا ان انت سيرفر الليست تايم بتاعك 5 دقائق، طبعا دي قليله جدا. يعني هيعمل ايه؟ يعني الدي اتش تي بي سيرفر خزن الاي بي بير ماك ادرس ويعمل كلير للتيبل ده كل 5 دقائق. تمام. طب كلام جميل. مش هنتكلم ايه، مش عايزين نغوص قوي يعني زياده عن اللزوم. طيب الهاكر بقى ما بيعملش كده، لا ده الهاكر صايع، يقوم مطلع تي اتش سي بي ديسكفر من ماك ادرس مثلا 4 4، ومره يطلع في 4 4 ده ياخد ايه؟ اهو 4 4 ده ياخد ايه؟ ده ياخد اي بي، ده ياخد اي بي اللي هو 192.168.1.4. تقول لي يا باشمهندس ازاي هو ينفع كارت الشبكه ياخد يبقى ليه اكتر من ماك ادرس؟ لا هو ما ينفعش. المفترض كارت الشبكه ليه ماك ادرس واحد، ولكن انا هسألك انت بقى سؤال يلي بتسمعني، هو انا ممكن، هو انا مستحيل بالنسبة لي ان انا اغير الماك ادرس بتاع الكارت؟ يعني اما اجي اطلع باكت احط في السورس ماك 4 4؟ هتقول لي ازاي اعمل ده؟ لا ده الموضوع ده بقى ايه شق برمجي، في تولز على الكالي لينكس تقدر تعمل لك كده، زي التول بتاع اللي اسمها ماك اوف. اوكي، زي التول مثلا اللي اسمها ايه ماك اوف. طيب كلام جميل. دي ايه ماك اوف دي؟ بتخلي الكالي يطلع باكتس بالايه يعني مئات الباكتس في الثانيه، لا مش مئات الباكتس، الاف الباكتس في الثانيه. تمام كده. فالكالي بيطلع دي اتش تي بي ديسكفر مره، وكانه خارج من سورس ماك 4 3 مره، وكانه خارج من سورس ماك 4 4 مره، من 4 5 مره، وفي كل سورس ماك بيتغير يا جماعه بياخد اي بي لحد ما يفضي الدي اتش بي سيرفر. هو مفترض الدي اتش بي سيرفر يدي من اول دوت 2، ما ينفعش يدي من دوت 1، ده دوت 1 ده مع الراوتر. اوكي، يدي من دوت 2 لحد دوت 254، فالكالي ياخد من اول دوت 3 لحد دوت ايه 254، فضى الدي اتش بي سيرفر خالص. طيب افرض 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 بقى الفيكتيم ده عمل كونكت على الشبكه بعد الهجمه دي ما حصلت، بعد ما الكالي راح فض الدي اتش بي سيرفر، لو جه عمل دي اتش سي بي ديسكفر بفرض ان هو اول مره يا جماعه، يعني اول يعني انا رحت عملت الهجمه وبعد كده رحت هوب وصلت الايه الفيكتيم، الفيكتيم يجي يعمل يبعت دي اتش سي بي ديسكفر، حد هيرد عليه؟ الدي اتش سي بي سيرفر ده مش هيرد عليه. ليه مش هيرد عليه؟ لان هو البول بتاعته ما فيهاش اي بي افيلبل. طيب كلام جميل. لا ده الهاكر بقى ما استفاد، انت هنا ادركت الايه الهجمه بتحصل ازاي، بس الهاكر ما بيقفش عند هذا الحد، لا الهاكر بيقوم مسطب دي اتش سي بي سيرفر عنده. اوبا، فيقوم مدي للفيكتيم اي بي من عنده. طيب كلام جميل. الفيكتيم ياخد اي بي من الهاكر. اوه ده كده ايه، ده في اكشن بيحصل. طيب الهاكر برضه ما بيتوقفش عند ده، ده الهاكر كذلك، افرض الهاكر اصلا الاي بي بتاعه دوت 3، ده الهاكر كذلك بيقول للفيكتيم ان الاي بي بتاع الديفولت جيت واي 192.168.1.3. ادركت الحته دي؟ هقول لك دي الخطر، دي خطوره جامده جدا. ليه؟ لان يا جماعه كده الفيكتيم لما يحب يطلع على الفيسبوك، اوكي، هيبعت اربعه لمين؟ هيبعت اربعه على الايه؟ هياخد، عايز ياخد الماك، هياخد الماك ادرس بتاع مين؟ هل الراوتر اللي هو دوت واحد؟ لا، هياخد بتاع الهاكر. تمام كده؟ فالفيكتيم هيقوم واخد باعت الباكتس اللي بيطلع بيها الى الانترنت كلها للهاكر، لان ده اصبح بالنسبه له هو الديفولت جيت واي. هتقول لي الله، طب ما هو كده هيطلع النت ازاي؟ هتقول لي هيطلع النت ازاي؟ لا ده سهل، ان انت انا ممكن مثلا الهاكر ده اقوم مثلا موصل بكارت الفا مثلا او كارت وايرلس واعمل حاجه اسمها ناتنج وقصه كده، فبالتالي الهاكر اخليه ياخد الباكتس من هنا يقوم مطلع للايه على النت على طول. بس هنا
وقف في نص الكونكشن. يعني لو انت بعت داتا سنسيتيف عليها باسوردات اكونتات ان انكريبتد غير مشفره، الهاكر يعرف يحللها ويعمل لها سنيفنج، يعني يشمشم عليها ويجمعها ويشوف الكريدنشلز او المعلومات بتاعتك. ايه هي الكريدنشلز؟ الباسوردات الاكونتات بتاعتك، سواء على الفيسبوك سواء على بنك سواء رقم حساب، السكيورتي كود بتاع الماستر كارد بتاعتك او الكلام ده كله. دي ال دي اتش سي بي ستارفيشن. طيب كلام جميل، دي هجمه. دي ايه؟ دي هجمه. خلي بالك خلي بالك، احنا لو انت رجعت لمحاضره الفاندمنتالز بارت 1 بتاعت السويتشنج، السويتشنج بيبني الكام تيبل بتاعته ازاي؟ اما يشوف اما يعني الكام تيبل اللي هي الكونتنت اكسس ميموري او الماك ادرس تيبل بيبنيها ازاي؟ السويتش يا جماعه اول ما جهاز يبعت له داتا بيكون فيها سورس اي بي، سورس ماك وديستنيشن ماك. طيب كلام جميل. فالسويتش اول ما يستلم، اول ما يستلم الفريم بيقرا السورس ماك ويقوم مخزن السورس ماك ويربطه بالايه؟ بالبورت. يعني مثلا الراجل ده طلع من اربع تلاتات، فيقوم قايل ان بورت مثلا بورت 3 ده مثلا بورت 3، هسمي البورت اللي واصل بيه الهاكر على السويتش بورت 3، بورت 3 الماك ادرس اللي عليه اربع تلاتات، تمام. طب الهاكر لو طلع من اربع اربعات، السويتش هيقول ان بورت 3 برضو نفس بورت 3 الماك ادرس اللي عليه اربع اربعات، تمام. وهيقول برضو لو طلع بس مثلا من اربع خمسات هيقول ان بورت 3 برضو اربع خمسات. يعني هيقول ان اي يعني السويتش لو شاف اي فريم رايحه على ديستنيشن ماك سواء اربع تلاتات او اربع اربعات او اربع خمسات، السويتش هيقوم مفرود الداتا دي على مين؟ على البورت ده اللي هو بورت 3. طيب كلام جميل، يعني كده السويتش اصبح البورت بالنسبه للسويتش مرفق بيه كام مكان ماك ادرس؟ عدد كبير. يعني بفرض ان الهاكر خد من اول دوت 3 لحد دوت 254، يعني يقول مثلا مثلا يعني خد 251 اي بي، يعني هيتربط 251 ماك ادرس بالايه؟ بالبورت ده، صح ولا لا؟ كلام جميل. دي اول هجمه الدي اتش سي بي ستارفيشن. بصوا يا جماعه احنا عمالين نشرح الهجمه وهنشرح بقى في الاخر بقى ايه هتتحل ازاي بالبورت سكيورتي، فهنا انت تدرك قيمه البورت سكيورتي. الماك ستارفيشن، تعالوا نشرح ايه معنى الماك ستارفيشن. بصوا يا جماعه انا هنا بقى مش هوصل سويتش، لا ده انا هوصل هاب. كلام جميل حلو قوي. لو 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 البي سي ده عايز يطلع الى الفيسبوك، تمام كده، هيطلع هيطلع من مين؟ هيطلع ليه؟ الراوتر. كلام جميل. طيب ده مثلا بي سي 1 وده بي سي 2، تمام. طيب لو البي سي ده طلع بعت الاكونت اليوزر نيم والباسورد، هيروح للراوتر صح؟ اكيد. وكذلك هيروح لمين؟ لبي سي 2. ليه؟ لان الهب بيستلم الداتا من بورت ويطلعها من كل البورتس، صح ولا لا؟ بيطلع الداتا برودكاست. كلام جميل. طبعا السويتش حل القصه دي ايه؟ يعني ايه السويتش حل القصه دي؟ السويتش حل القصه دي بمنتهى البساطه ان انا عندي، طبعا الكلام ده احنا خدناه يا جماعه، احنا بس بنعمل ريفرش. لو 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 انت مش فاهم انا بقول ايه، ارجع للمحاضرات الايه القديمه راجع عليها. بصوا يا جماعه، لو انا عندي مثلا بي سي 1 هيبعت الكريدنشلز بتاعته على الفيسبوك، الكريدنشلز يعني يوزر نيم والباسورد يعني، تمام، هيبعتها للراوتر. هل السويتش هيطلعها من هنا؟ لا مش هيطلعها من هنا. كلام جميل. الماك ستارفيشن بتعتمد او الماك فلودنج بتعتمد ان انا لو الهاكر عندي كونكتد على السويتش، السويتش تمام، بيملى الماك ادرس تيبل بتاعت السويتش. بصوا يا جماعه، اي سويتش ليه ليميتد ماك ادرس، يعني يقدر يعني ليه عدد معين من الماك ادرس يقدر يستحملها. يعني مثلا تخيلوا لو انا جيت فتحت مثلا، انا عندي السويتش اهو، تمام، لو انا جيت عملت شو ماك ادرس، شو ماك ادرس تيبل كاونت، بصوا يا جماعه total MAC address space available، بصوا تحت هنا، ده اقصى عدد من الماكات اللي يقدر السويتش يخزنه. هو السويتش اوريدي مخزن كام MAC address؟ انا عندي دلوقتي total MAC address اللي على السويتش ايه؟ 2 MAC address، صح ولا لا؟ ليه؟ لو انت بصيت هنا، انت انا على السويتش ده، السويتش ده واصل بالراوتر، فهو مخزن الماك ادرس بتاعت الانترفيس دي. تعالوا نكشف كده الليبلز اهو، الانترفيس باس ايثنايزيشن 0، وكذلك مخزن الماك ادرس بتاعت الايه؟ البي سي ده، فهو عنده 2 ماك ادرس دلوقتي متخزنين عنده. لكن الافيلبل بتاعه كام؟ الافيلبل بتاعه تعالوا كده نشوف، ده 6 ارقام صح؟ يعني الافيلبل بتاعه 18 مليون 358 الف
اعتقد لا لا ده اكتر، ده 100 ده 100 183 مليون. بص السويتش ده يقدر يستحمل كم ماك ادرس؟ 183 مليون 585 الف 508. تمام. طيب كلام جميل. لو التوتال ماك ادرس الكاونت ده اللي هو ده وصل للرقم ده، يعني لقيت انت في التوتال ماك ادرس عندك الرقم ده 183 مليون 585,508، رقم كبير، بس لو وصل له اتحط في الخانه دي السويتش هيتحول لهب. السويتش هيتحول لهب. كلام جميل. ليه السويتش هيتحول لهب؟ لان لو جات له فريم السويتش مش هيقرا السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس بتاعتها، ده هيطلع من كل البورس. ليه؟ لان هو ما عندوش مساحه تخزين. ما احنا قلنا السويتش بيقوم باصص على السورس ماك ويشوف هل هي متخزنه عنده في الايه في الـ في الـ في الـ في الـ في الكام تيبل عنده ولا لا. لو مش متخزنه السويتش بيخزنها، لو متخزنه بيبص على الديستنيشن ماك، لو الديستنيشن ماك متخزنه بيبص الديستنيشن ماك ده مرفق باني بورت فيقوم واخد الداتا مطلعها على البورت ده. طيب لو مش متخزنه بيسجلها عنده فين؟ في الكام تيبل. لو الجمله اللي انا لسه قايلها من 10 ثواني دي ما فهمتهاش اعمل ريبلاي على ال 10 ثواني دول. تمام. طيب كلام جميل ده. فبالتالي السويتش مش هيقدر يعمل القصه دي لان هو الكام تيبل عنده اتملى للاخر، هو مش عارف يضيف تاني. تمام. فالسويتش هيتحول عندي الى هب. كلام جميل جدا. هو هل الهاكر يا باشمهندس يقدر يحول السويتش، يقدر يملى الكام تيبل بتاعت السويتش؟ يقدر يملى الكام تيبل بتاعت السويتش، يقدر يملى الكام تيبل بتاعت السويتش الاخرها. تمام. طبعا دي بواسطه تولز الماك اوف اللي انا لسه قايلها. الماك اوف دي تول من ضمن التولز الكتير اللي تقدر تخلي سويتش تهيبره كده. يعني ايه تهيبره؟ يعني كل شويه الهاكر يقوم باعت رساله برودكاست طالعه من سورس ماك. تمام. مثلا يطلع مثلا من سورس ماك 1 وبعد كده الباكت الثانيه بعتها طالع من سورس ماك 2 فالسويتش يخزن دي ويخزن دي، وسورس ماك 3 فالسويتش يخزن دي، بيبعت رساله ايه برودكاست كمان. تمام. بعدين السويتش يخزن دي وبعد كده السويتش يخزن دي وهكذا. تمام. فطبعا الهاكر يقدر بهذه الميكانيكيه يقدر يملى كام تيبل لاخرها على الايه السويتش. طيب كلام جميل جدا. دي مشكله برضو دي بتاعت الماك ستارفيشن او الماك فلودنج، ان انا بملى الكام تيبل بتاعت الايه بالسويتش بالماكات وبالتالي اقدر احوله لهاب، واقدر بالتالي الراجل ده لو جه يبعت عايز يبعت الكريدنشلز، الكريدنشلز هتروح للراوتر وكذلك هتروح لبي سي 2 وكذلك هتروح للهاكر، ويقدر يعمل سنيفنج للداتا ويجادر الداتا دي ويبص هي فيها ايه. طيب كلام جميل. دي تو اتاكس. طب ايه الدنيا كده سودت باسلوب ماجد الكدواني في فيلم هبته؟ لا الدنيا ما سودتش. البورت سكيورتي يحللك القصه دي، البورت سكيورتي يحللك الايه القصه دي. على فكره يا جماعه في برضو مشاكل تانية بتقابلنا، ان انت مثلا لو انت عندك السويتش واصل باكسس بوينت، وعلى فكره دي انا قابلتها كتير جدا. تمام. انا عندي بس السويتش واصل باكسس بوينت، تخيلوا يا جماعه كل نقطه من دول مش يعني ايه اتاتشد بالاكسس بوينت، مثلا ده موبايل ده لابتوب ده بي سي في يو اس بي وايرلس كارد وهكذا. تمام. لو السويتش ده واصل بالراوتر والراوتر ده واصل بالانترنت، الكلام ده حصل لي يعني قابلته كتير في شغلي، ان انا اجي اتصلوا بيا اقول لها يا باشمهندس النت عندنا بطيء جدا، واتصلنا بشركه تي داتا قالوا لنا النت لا النت عندكم الاوبريشنز بتاعته كويسه والحاله الخط عندكم كويسه، يجي يقولوا لها يا باشمهندس احنا النت عندنا بطيء جدا. فاجي اعمل انالايز للنتورك اكتشف ان مثلا يقول لي ان الماك ادرس الفلاني اللي واخد الاي بي الفلاني ساحب الباندوتس بتاعت اللينك ده مثلا، واخد منه واكل منه 90%. فبالتالي اي بي سي وايرد او اي وايرد ديفايس واصل على السويتش باير هيجي يطلع مع كل الاجهزه دي يا جماعه، دي البوتل نك، البورت ده البوتل نك. فبالتالي اي بي سي يحب يطلع. تمام. هيلاقي اللينك ده مسحوم، ده في ماك ادرس مثلا او مجموعه الايه المكات بتاعت الاجهزه دي كلها اللي واصله بالاكسس بوينت. تمام. واكله الايه اللينك ده. تمام. فبيقول لك الماك ادرس الفلاني اللي واخد الاي بي الفلاني مثلا بيستخدم او اليوتيلايزيشن بتاعت بتاعت اللي واكلها من اللينك عاليه جدا. تمام. دي مشكله برضو ايه بنقابلها. مشكله برضو تانية ان انت مثلا، ودي هتلاقوها في حالات كتير بقى، ان انت مثلا تخش لوبي، يعني مثلا انت داخل بنك. تمام. في مؤسسات انت تخش من لوبي كده تمام تلاقي مثلا فيها فيس بلت،
تمام. الفيس بليت دي مثلا واصله واصل على جهاز كمبيوتر بتاع موظف، تمام. والراجل ده قاعد فين؟ الراجل ده قاعد على المكتب بتاعه قصادك مثلا. لو دخلت مثلا بنك الاهلي، الكلام ده كله، تلاقي مثلا ايه الموظف بتاع الايه مثلا بتوع خدمة العملاء يكون قدامه جهاز كمبيوتر، جهاز الكمبيوتر واخد كيبل من الفيس بلت دي. طيب كلام جميل. هل في مانع، ان انت ممكن ده على غفلة بقى من الموظف، ان واحد يقوم شايل هوب الكيبل اللي واصل للبي سي ده، ويقوم موصل الكيبل الى البي سي بتاعه او اللابتوب بتاعه، ويبعت فيروس الى مثلا السيرفر الداتابيز الموجود في البنك او الكلام ده كله، يعني اتاك على النتورك؟ اه الموضوع ده في غاية الأهمية، تمام. فطبعا احنا برضو عايزين نشوف. هو طبعا يا جماعة خلي بالكم، هو اصلا الفيس بليت ده واصل على ايه؟ من ورا واصل على ايه؟ السويتش الموجود في الاي تي روم، تمام، يعني البورت ده، تمام. طيب كلام جميل. فبالتالي يقدر يخش هو دلوقتي، اوكي واصل على السويتش خلاص، يقدر يعمل اتاكس على الوايرد كونكشن او الوايرد ديفايسز الموجوده في الشبكه، ويقدر ايه او الوايرلس حتى ديفايسز الموجوده في الشبكه، وبالتالي يقدر يعمل ايه اللي هو عايزه. احنا اتكلمنا في شويه ايه هجمات، تعالوا نشوف بقى البورت سيكيورتي بيحل ازاي. البورت سيكيورتي، تمام. البورت سيكيورتي ادي السويتش اهو، تمام. طيب كلام جميل. بصوا تعالوا، يعني تعالوا ايه نرسم السويتش بالشكل ده، يعني ايه نرسم القطاع الاليفيجن بتاعه. انا مثلا عندي البورت ده، البورت ده واصل على بي سي. بصوا يا جماعه، البورت سيكيورتي بيعتمد على 3 محاور. اول محور، النمبر اوف ماكس، يعني اللي هي ماك ادريسز يعني، تمام. انت ممكن تقول للبورت اوكي اقصى عدد من الماكس اللي تقدر تشيلها يا بورت هو 5، اقصى عدد هو 5. بالتالي الماك ادرس السادس اللي يخش البورت مش هيقراه، البورت مش هيأساين الجهاز اصلا. البورت يعني تخيلوا اللي عارفين القصه دي بتفيد بايه. القصه دي بتفيد لو يعني ان انا احدد مثلا على البورت النمبر اوف ماك ادرس، لو واصل البورت ده على اكسس بوينت، فبالتالي انا عندي 5 اجهزه بس تقدر تخش، 5 اجهزه بس تقدر تخش السويتش. لما تيجي تعمل شو ماك ادرس تيبل، يخزن الماكس بتاعت الايه البوينتس الديفايسز دي على الايه، ويأتاتش يربطها بالايه البورت ده. ده اول محور، النمبر اوف ماك ادرس. تاني محور الماك فلترنج. الماك فلترنج ايه هو الماك فلترنج؟ ان انا ممكن اقول البورت ده بقى، البورت ده فاكرين القصه بتاعت الايه الموظف اللي هو موجود في البنك، والهاكر بقى راح بقى شال الكيبل بتاعه وحطه في القصه دي كلها. انا ممكن اقول للبورت الماك ادرس الالاود عليك هو الماك ادرس مثلا اللي هو 2 2 2 2 2 2 2 2 3 مثلا، بفرض ان ده الماك ادرس بتاع البي سي بتاع الموظف، تمام، وهعمل عليه علامه صح كده. فبالتالي لو الهاكر شال الكيبل ووصله ب مثلا اللابتوب بتاعه، عمل علامه غلط كده، الراجل ده فوربيدن او انوثورايزد هاكر، تمام، جه دخل السويتش مش هيدخله. يعني عارفين يعني ايه السويتش مش هيدخله؟ يعني اما ابعت باكت، السويتش اصلا يعملها ديسكارد، مش هيفرودها لاي بورت تاني. ليه؟ لان السويتش هيقول له ام سوري، انا سامح فقط للماك ادرس ده اللي هو يخش عندي، لكن انت هاكر الماك ادرس بتاعك مثلا هو ده مثلا، يعني 2 2 2 2. فهم طبعا مختلفين في الديجيت ده، رقم ايه، رقم 12، رقم 12. السويتش هيقول له انا اسف مش هقدر اعمل لك كونكت. يبقى في الحاله الاولى السويتش مش هيقدر يعمل مش هيدخل الراجل رقم 6، يعني الماك رقم 6 مش هيقدر يخش. وكذلك ده بناء على نمبر اوف ماكس، فده بيفيد في حاله ان انت لو موصل وايرلس تقدر تتحكم كده ايه اقصى عدد من الاجهزه ثرو الوايرلس ان هي تخش، تمام، على السويتش وتخش على الشبكه بتاعتك. او ممكن كمان تحل بيها مشكله ايه، ممكن تحل بيها مشكله الديش تي بي ستارفيشن. ليه؟ لان كل ديش تي بي ديسكفر بتخش مره يخش من 4 3، مره يخش من 4 4، مره من كذا، مره من كذا، مره من كذا. فطبعا السويتش اصلا
هيعمل ايه؟ السويتش هيقول له انا اسف انت اخرك مثلا 5 اوكي، او اخرك 6 او اخرك 1 تمام. فالسويتش اصلا مش هيسمح ب الفلودنج بتاعت الدي اتش سي بي ديسكفر ان هي تخش جوه الشبكه وتروح للدي اتش سي بي سيرفر ويفضي الاي بي بتاعت الدي اتش سي بي سيرفر. كذلك هيحل برضو النمبر اوف ماك ادرس، ده هيحل برضو مشكله ايه؟ هيحل مشكله ال انا اسف هيحل مشكله الماك فلودنج. ليه الماك فلودنج؟ لان الماك فلودنج انت كل شويه عمال تبعت باكت وكانك خارج من سورس اي بي مختلف، من سورس ماك مختلف، مره من 4 2، مره 4 3، 4 4 4 5. فالسويتش هيفضل يعد وراك، ولو انت محدد الماكسيمم ماك ادرس هنا فالسويتش هيقول لك انا اسف انت اخرك 1 مثلا، اي باكت تبعتها تاني هوب السويتش بيعمل لك عليها ديسكارد. ده طيب ده المحورين، ده الايه المحورين. المحور المحور بقى التالت اللي احنا قلنا فيه تلات محاور البور سكيورتي، المحور التالت هو الفايوليشن. الفايوليشن ايه هو الفايوليشن؟ بصوا يا جماعه، انا قلت السويتش اديته تعليمات والسويتش هينفذها، ولكن ماذا لو حصل خرق للتعليمات؟ يعني انا قلت للسويتش ايه اقصى عدد من الماكات يا سويتش اللي هيخش على البورت ده هو 5، ماذا لو دخل ماك ادرس سادس؟ ماذا لو انا مثلا رحت للبورت ده وقلت له يا سويتش البورت ده اساين عليه مثلا ماك ادرس 4 2 بس، يعني انا يعني مش هكتب 12 ديجيت طبعا، يعني ايه ماك ادرس كتير يعني. فطب ماذا لو دخل ماك ادرس 4 3؟ السويتش هنا هيبص هو ايه الفايوليشن كاونتر ميجر، او اجراء، او الاجراء اللي هعمله في حاله ان حصل فايوليشن. ما هو ده فايوليشن، خرق للقانون اللي انا حطيته. السويتش ليه 3 تصرفات ممكن يعملهم، يعمل احدهم يعني مش كلهم مع بعض، وانت اللي بتقول له يعمل ايه. اما انه يعمل شت داون للبورت، شت داون للبورت يعني يقفل البورت، يعني في حاله الماك ادرس السادس راح دخل السويتش هوب بيقوم قافل البورت تمام. طيب او اما ريستريكت خلي بالك ان الشوت داون دي، يعني تعال نرجع للشوت داون، الشوت داون يقفل البورت، وكذلك السويتش هي انفورم يو از نتورك ادمنستريتور، هيقول لك ان في خرق حصل على البورت الفلاني، ويقول لك الماك ادرس اللي عمل الخرق تمام كده. كلام جميل. الريستريكت ما يقفلش البورت، لكن هيعمل ديناي او بلوك للماك ادرس انه يخش تمام كده. ازاي يعني؟ بمنتهى البساطه، انا في حاله الشت داون الراجل ده الماك ادرس السادس ده دخل، فالسويتش هيقفل البورت. طب افرض ده مثلا حصل هنا 4 3 دخل، حصل فايوليشن ولا حصل فايوليشن؟ لو انا حددت البورت في وضعيه الفايوليشن على البورت ده ريستريكت، يعني السويتش مش هيقفل البورت لكن مش هيدخل الجهاز اللي هو 4 3 تمام كده. طيب كلام جميل. الريستريكت برضو بينفورم يو، يعني بينفورم يو از نتورك ادمنستريتور، يعني بتعمل امر كده شو سويتش بورت بورت سكيورتي او شو بورت سكيورتي، يعني مش فاكر الامر بالظبط. بتلاقي كده في كاونت كاونت كده جنب الفايوليشن يقول لك ان في فايوليشن حصل من الماك ادرس الفلاني ده في الريستريكت. وفي وضعيه ثانيه اللي هي بروتكت، وضعيه ثالثه بقى. وضعيه البروتكت بتجمع، يعني مش بتجمع، يعني هي الريستريكت، او بتجمع صفات الريستريكت مع ان هي مع اختلاف ان هو ما بيقولكش هل حصل فيوليشن او لا. يعني ايه من الاخر؟ يعني بروتكت بيمنع الفيوليشن ان الفيوليشن هي تحصل، يعني بيمنع الاربع تلاتات ده اللي هو يخش لكن ما بيقولكش تمام. طيب نرجع في الشوت داون. الشوت داون يا جماعه على فكره السويتش اصلا بيقفل البورت، بيفضل مقفول، لازم انت تيجي كنتورك ادمنستريتور وتفتحه اوكي. طيب طبعا عشان يضمن لك ان انت تكون عرفت ده كده في فيوليشن حصل تمام، ان انت تلاقي البورت مقفول. وخلي بالك ان البورت ما بيتقفلش يعني خلي بالكوا يا جماعه، البورت اما انه يتقفل بالشت داون او يتقفل بالاير ديسيبل او الايرور ديسيبل اير ديسيبل. البورت في الفيوليشن اما يكون شت داون يتقفل بوضعيه الاير ديسيبل مش وضعيه الشت داون. هتقول لي يعني ايه يا باشمهندس؟ اقول لك يا حبيبي، يعني انت ما تحب تفتح البورت المفترض لو شت داون اصلا، لو هو ادمنستريفلي داون يعني مقفول، حد قفله بامر شت داون، انت بتعمل نو شت داون يتفتح. لكن لو هو مقفول بالاير ديسيبل، يعني هو مقفول بوضعيه اير ديسيبل مش امر يا جماعه، اير ديسيبل ده مش امر بقفل بالبورت، لو هو مقفول بوضعيه الاير ديسيبل هتحتاج انك تنقله من حالة الداون
في وضعيه الاير زيرو لحاله الداون في وضعيه الشوت داون، يعني انت تكتب عليه شوت داون ثم بعد ذلك تفتحه نو شوت. اوكي طب كلام جميل. فبالتالي انت مانيوالي لازم تفتح البورت بالطريقه دي، تعمل شوت داون نو شوت داون. طيب كلام جميل. الحاجه الثانيه ان انت ممكن تشغل خاصيه الاوتو ريكفري او ريكفر اير ديسيبل، ان ايه تقول للسويتش لو البورت قفل افتحه مثلا بعد انترفال 30 ثانيه، بعد مثلا انترفال 30 ثانيه. اوكي فدي الايه، انت ممكن تعمل القصه دي كلها، ممكن تعمله بالريستريكت، ممكن تعمله بروتكت. طيب هتقول يا باشمهندس ايه الافضل بالنسبه لي؟ ايه الافضل بالنسبه لي؟ انا شخصيا بفضل الريستريكت، انا شخصيا بفضل ايه الريستريكت. تمام. بعض الناس طبعا بتحب تشتغل بالشوت داون، يعني هو يظبط البورت على وضعيه الايه الشوت داون عشان يعني ايه يكون عارف الانفورم يعني يكون جاي له ان هو يلاقي بوب كده، يقول يلاقي البورت بدل اللمبه بتاعته بقت خضره بقت لونها برتقاني. تمام. فانت ايه على حسب بقى ايه انت اللي يريحك، يعني هو كده كل طرق تؤدي الى روما. طيب كلام جميل. طبعا احنا هنا level support security known for Cisco ال MAC address limitation to MAC addresses filtering و security violations actions shut down air disable protected restricted. طيب كلام جميل، احنا شرحنا القصة دي. طيب تعالوا نشوف ده اللاب بتاعنا وده اللي انا فاتحه دلوقتي already. اللي طالب منك بقى ايه ده، طبعا احنا هنحل كده ال challenging lab number 4. بيقول لك configure switch dash 1 and switch dash 2 port security on ethernet 0 slash 0 that leads to PC 1 and PC 2. بصوا يا جماعة سيبكوا بقى من objectives والrequirements الموجودة هنا، تعالوا ايه نعيش مع بعضنا احنا بقى. تمام. انا اسف جدا. تمام نرجع تاني. نفتح كده ايه switch dash 1. بصوا يا شباب طبعا عشان بس السي ال اي تظهر لك في الكادر، في الكادر البي سي ده واصل على البي سي ده واصل على البورت ايثرنت 0 سلاش 0 على ايه السويتش. تمام. فانا عايز اكونفيجر البورت سكيورتي على الايه ايثرنت 0 سلاش 0. فانا هفتح كده ايثرنت 0 سلاش 0. اول حاجه هكتب امر سويتش بورت مود. يا جماعه البورت اما في المود بتاعته اما يكون ترانك او اكسس. تمام. او دوت 1 او دوت 1 كيو تونل او برايفت في لان. طيب انا مش عايزك تركز في الدوت 1 كيو تونل والبرايفت في لان، لان انت هتاخد البرايفت في لان ده في السي سي ام بي والدوت 1 كيو تونل ده في السي سي اي. طيب ده مش عايزك تركز فيهم لان شرحهم ده ده ده, ده يعني ده برايفت في لان ده انا شرحت عليه محاضرتين كاملين في السي سي ام بي. الترانك لو البورت يعني انا خلي بالكم انا هشرح لك القصه دي بس ايه باختصار، لان انت الفرق ما بين الاكسس والترانك بناحيه تفصيليه ده هيكون في المحاضره المحاضرات الجايه باذن الله الخاصه بالفيلانز. تمام. فالاكس الترانك ده البورت اللي لو في حاله ان ايثرنت 0 سلاش 0 ده متوصل عليه كيبل طالع على سويتش اعمل البورت ترانك، البورت ده حالته ترانك. تمام. تاني تعالوا نبص كده في يعني بصوا يا جماعه الترانك يعني مثلا ده بورت عندي، لو البورت ده واصل على سويتش يعني ده سويتش اصلا، البورت ده واصل على سويتش البورت ده يكون ترانك. اوكي. طيب لو البورت ده نفس البورت واصل على بي سي فالبورت ده يسمى باكسس بورت. طيب وضعيه الوضعيه الديفولت بتاعت البورت هو انه دايناميك. دايناميك يعني ايه دايناميك؟ دايناميك يعني ده باي ديفولت، يعني انت ممكن تقول لي هو باي ديفولت يا باشمهندس المصنع ظابط البورت على وضعيه ايه؟ هو لا اكسس ولا ترانك، هو ظابطه على وضعيه الدايناميك. يعني ايه وضعيه الدايناميك؟ يعني هو بيسنس، هو السويتش كده كده اصلا لما نيجي ناخد الاس تي بي هناخد ان السويتشات اصلا بتعمل سنسيشن على اللينكات بتاعتها، تبعت حاجه اسمها بي بي ديو. المهم يعني فالسويتش بيسنس لو لقى ان هو متصل على سويتش الناحيه الثانيه يقوم هوب قالب ترانك، لو لقى ان هو متصل على بي سي يقوم هوب قالب اكسس. تمام. طيب فالبورت سكيورتي اصلا ما بيتعملش على الترانك، البورت سكيورتي بيتعمل على الاكسس، البورت سكيورتي بيتعمل على الايه الاكسس. طيب كلام جميل. ممكن واحد يقول لي ليه يا باشمهندس؟ اقول لك لان انت الترانكات يا جماعه دي تمام لينكات موجوده فين؟ دي لينكات الترمينيشنز بتاعتها موجوده في اي تي رومز مش طالعه بابليك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا عندي انا هجاوبك من ناحيه من وجهه نظر عمليه ومن وجهه نظر علميه. يعني انا دلوقتي مثلا عندي السويتش ده في دور اول وده في دور تاني، هو مش طبيعي ده يكون موجود في راكه في الدور الاول في اي تي روم مثلا وده موجود في راكه في اي تي روم مثلا في الدور التاني. تمام. فهو هو اصلا ايه مشكله
الاتاكس مثلا اللي بسببها اوجدنا البور سكيورتي. مثلا واحد شال الكابل حطه في الايه، في الجهاز بتاعه، تمام. طيب كلام جميل. في حاجه تاني، ان الاتاكس اللي بتحصل اصلا ما بتحصلش من سويتش على بورت، لا دي بتحصل من بي سي، صح ولا لا؟ يعني من جهاز متصل على اكسس بورت، تمام. وكذلك حاجه، هو الترانك ده اصلا البورت ده مش هيكون اسايند عليه عدد مكات كبير قوي، لان السويتش ده وصل كده هيكون وصل عليه ايه، اجهزه كتير، تمام. فانت هتحدد له ازاي؟ هتقول لي يا باشمهندس الله، طب ما انت اصلا كنت قايل انا هعمل بورت سكيورتي مثلا على اكس بوينت. ما هو الاكسس بوينت ده يا باشمهندس مش يعتبر سويتش. اقول لك اه، بس الحاله هنا مختلفه. الاكسس بوينت مش ما تقدرش تحكمه زي ما تقدر تحكم السويتش. يعني انت السويتش ده تقدر تحكم انت هتوصل عليه كام ايه، كام جهاز. لكن الاكسس بوينت ما تقدرش. لو حد كسر الواي فاي الباسورد بتاعتك، خلاص انت امه لا اله الا الله، تخش عندك على الايه، على الوايرلس، وتعمل لك ايه، تعمل لك مشكله او كونجستشن في الشبكه بتاعتك. فمن الاخر بيتعمل على ايه، الاكسس، تمام. طيب كلام جميل. نرجع للسويتش. احول الاول السويتش لوضعيه الايه، البورت اللي على السويتش لوضعيه المود اكسس. تعالوا نرجع لللاب. اها، ده انا بشتغل على اي 7000 وواصل للبي سي 1 اهو، تمام. وبعدين انا عايز ده افعل خاصيه البورت سكيورتي. انا بعمل لها تفعيل، لكن انا لسه ما حددتش المحاور بتاعتها. طيب اول محور سويتش بورت، بورت سكيورتي ماكسيمم 1، ماكسيمم 1 يعني انا قلت للبورت ده اقصى عدد من المكات استقبله هو واحد، هو 1. طيب كلام جميل جدا. سويتش بورت، بورت سكيورتي اللي عندنا ماك ادرس. ممكن الماك ادرس ده اعمله ستيكي او اعمله اكتب الماك ادرس. يعني فاكرين المحور التاني الماك ادرس فلترنج، ان انا اقدر اخلي السويتش اساين البورت على ماك ادرس معين، لكن لو دخل ماك ادرس غيره السويتش يقوم مثلا حاطط كده ديتكتد على طول، اللي هو بيديتكت ان في فايوليشن حصل على البورت، تمام. طب انا الماك ادرس ده انا ممكن احدده ان اكتبه بايدي، اكتبه بايدي. هو بيقول لك اتش دوت اتش دوت اتش، حيث ان الاتش الواحده فيها ايه، اربع ديجيت هيكسا ديسمال. او ستيكي. ستيكي يعني ايه؟ ستيكي يعني اول باكيت هتخش على البورت، تمام، هتخش بسورس ماك، صح ولا لا؟ هيقوم واخد الماك ده مقصين لي في الـ على البورت ده، تمام. يعني من الاخر السويتش هيدايناميكلي يقصين او يقصين الماك ادرس دايناميك. يعني ايه؟ اول باكيت هيستلمها السويتش بعد الكونفيجريشن انت كتبتها دي وبعد السطر الاستيكي، هيقوم عامل على طول مخزن الماك ادرس بتاعت الباكت دي، لان الباكت لازم تيجي من سورس ماك، صح ولا لا؟ ما ينفعش على فكره يا جماعه باكت، ممكن واحد يقول لي طب افرض الباكت جت من سورس ماك والسورس ماك ده برودكاست. ما ينفعش على فكره يا جماعه باكت تبعت بسورس ماك يكون السورس ماك بتاعها برودكاست، تمام كده؟ ما ينفعش، اوكي؟ لازم الباكت تكون جايه من سورس ماك معلوم. ف السويتش هيبص في السورس ماك ويقوم مخزنه على طول، او ممكن انت تحدده بايدك، ممكن انت تحدده. الافضل ليك، الافضل ليك قاعده امشي بيها طول حياتك في شغلك في الشبكات، ابعد عن الدايناميك كونفيجريشن، اعتمد على المانيوال، لان انت هتكون اكثر دقه، انت هتكون اكثر دقه يعني على يعني كل ما هو متاح قصادك. بس انا هوريك الاستيكي يعني. فانا هنا عملت استيكي. طيب تعالوا كده. لسه ما حددتش الفيوليشن. في حاله يا سويتش لو حصل فيوليشن سويتش بورت، بورت سكيورتي فيوليشن، اعمل ايه؟ اما بروتكت او ريستريكت او شوت داون. تعالوا نجرب ان احنا نعمله شوت داون. اها تمام، اوكي، كلام جميل جدا. اكزيت. طيب اعتقد الراوتر هنا، تعالوا نخش كده على الراوتر. انا بس ايه، ادمن غلط، ماشي. طيب احمد اسكو. تمام، شو ران، اشوف بس الراوتر انا مسطب عليه دي اتش تي بي سيرفر ولا لا. شو دي اتش تي بي، انا مسطب عليه دي اتش تي بي سيرفر. خلي بالكم عنوان الشبكه دي 192.168.0/27/27 يا جماعه. السبنتنج 255 255 255 255 255 255 دوت كام
دوت كام؟ انا عندي اصلا السلاش 25 128 سلاش 26 يبقى دوت 192، 27 دوت 224 تمام. فانا عندي هنا دوت 224، ده السبت ماسك بتاعت الشبكه دي والشبكه دي. طبعا الانكريمنت في سلاش 27 كام؟ هيبقى 32 تمام. طيب كلام جميل. فطبعا ايه عايزين نراجع يعني راجعوا السبنتنج تاني. طيب انا عندي في الراوتر ده اللي عنده مشكله طبعا في السبنتنج، انا عندي في الراوتر ده عامل الدي اتش سي بي كونفيجريشن. طبعا انا وريتكم كونفيجريشن دي اتش سي بي في محاضرات بتاعت البيزك كونفيجريشن، وعامل هنا في اللفت وفي الرايت. فالمفترض لو انا دخلت على الفي بي سي ده وجيت كتبت دي اتش سي بي هياخد اي اي بي من الراوتر. اوكي خلي بالك لو انا جيت على السويتش ده دو شو ران انترفيس ايثرنت يوزر زيرو اهو مود اكسس بورت سكيورتي اهو ستيكي الفايوليشن ماله الفايوليشن متسجلش ولا ايه؟ سويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن شوت داون دو شو ران ايثرنت 0/0 اوبا تمام انترفيس انترفيس اوكي مش لازم الفايوليشن يتسجل هنا. اوكي لو جيت كده خليت الفي بي سي يطلب دي اتش سي بي دي ديسكفر، بعت رساله تاني دي ديسكفر ها بعدين او شيت البي سي مش راضي بي سي 1 مش راضي ياخد اي بي اصلا من الراوتر. اتس تايم فور ترابل شوتينج. تعالوا كده نشوف الراوتر لو جيت عملت شو ران لا شو اي بي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 كنا بنعملها شو اي بي انترفيس بريف. لو جيت عملت فاست ايثرنت 0/0 يقول لي ان هو اب تمام يعني لاين بروتوكول اب تمام اب الدنيا اعتقد ما فيهاش ادنى مشكله. شو اي انترفيس بريف كده يعني مفترض ما فيش ادنى مشكله عندي. امال ايه المشكله بقى؟ طيب انا عندي البي سي اصلا ما بيعرفش يوصل للراوتر. طب اجرب هل السويتش يقدر يوصل للراوتر؟ السويتش اصلا لو جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف السويتش واخد اي بي 192.168.1.2 طيب لو جيت عملت دو بينج على 1.1 اللي هو الاي بي بتاع الراوتر يعني طيب لو جينا عملنا دو شو انترفيس فيلان 1 دو شو ران انترفيس فيلان 1 ممكن يكون في اختلاف في السبنت ماسك. هو ده 224. طيب كلام جميل. تعال نروح الراوتر شو ران انترفيس بس 3.0 الله ده برضو 224 اوكي انا عندي السويتش اصلا ده قاطع نفس يعني من ايه من الراوتر. اوكي ممكن نعمل الاتي ممكن اكابتشر الداتا بالوير شارك. الوير شارك هيفهمني بقى الدنيا ماشيه ازاي. صغر كده الايه الوير شارك غريبة القصة دي. سويتش اصلا مش عارف يوصل للراوتر. طيب بينج هعمل كابتشر هعمل كابتشر هنا على الاي سي ام بي فلتر كده على الاي سي ام بي باكيتس. اوكي بعدين اخلي بينج على 1.1 يا سلام السويتش اصلا مش بيطلع باكيتس اصلا مش بيطلع باكيتس اوكي اوكي ايه المشكلة كده؟ طيب تعالوا نجرب ان احنا نعمل كونفتي انترفيس ايثرنت 0/0 دوبلكس فول ان هو اصلا بي بيقول لي في مشكلة في الدوبلكس مس ماتش تمام. وبعدين نروح للراوتر كونفتي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 دوبلكس فول تمام هيقفل ويفتح تاني تمام طبعا لو ملاحظين الراوتر هنا بيبعت حاجه اسمها الجراتوتس ارب. الجراتوتس ارب ده يعني الراوتر بيعلم بيبعت ارب يعني الارب يا جماعه فيه لازم يعني اما انت جهاز عايز تبعت ارب يعني انت عايز تعرف الاي بي ده واخد ماك ادرس ايه. الجراتوتس ارب هو ان الراوتر بيبعت ارب
ريبلاي من نفسه. يعني ايه يعمل ريبلاي من نفسه؟ يعني يروح يبعت رساله برودكاست تخش في النتورك كلها عشان يعلم الاجهزه ان الماك الفلاني اللي هو ده سي اي 01 10 58 0008 الاي بي بتاعه 192.168.1.1. اوكي ده الجراتيوتس ارب يعني. طيب تعالوا نروح من السويتش تاني كده نجرب نبينج تاني. اها بينج 192.168.1.1. في مشكله في ال في مشكله هنا. طيب لو جيت عملته شو اي بي انترفيس بريف مفترض متصل على ايه؟ ايثرنت 0/1 ايثرنت هنا 0/1. امال ايه القصه بقى؟ الله ده برضو بيقول لي ان في مشكله في في الدوبلكس مس ماتش. يا رب بس يكون ما يكون اللي في بالي. طيب يعني اللي هو اللي في بالي ممكن يكون الاي او يو اصلا حصل فيه مشكله. لا نعمل مره تانية كده. الاي او يو بالمناسبه يا جماعه ممكن ايه يعمل معاك يطق معاك كده في مشكله ان هو اصلا بيطلعش باكتس. ان هو انا عملت كابتشر بالواير شارك لانه ما بيطلعش باكتس. ماشي هنا ادمن سيسكو نيبل شو اي بي انترفيس بريف. طيب هنا ثواني كده ده الفي لان اصلا داون. وانا لما عملت ما الفي لان هنا كانت اب اب اهي تمام. طب انترفيس في لان 1 انترفيس في لان 1 شوت داون نو شوت داون اهو دو شو اي بي انترفيس بريف ماشي دو بينج 192.168.1.1 اهو بنج على الراوتر الحمد لله. هي بس ايه عطله بس في الايه في الـ في الـ في الاي او يو. طيب تعالوا نعمل تاني بورت سكيورتي. بورت سكيورتي فاعل بصوا يا جماعه بيقول لك ان هو اتس دايناميك بورت لان انا نسيت ادخل سويتش بورت مود اكسس. بعد كده سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيموم 1 اقصى عدد الماكات 1 سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي وسويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن في حاله حصل فايوليشن اقفل يا بورت. تمام تعالوا بقى البي سي. لو جيت عملت تاني هنا دو شو ران انترفيس 8.0.0 اها الاستيكي هتلاقيها فاضيه. دلوقتي انت هتلاقي الاستيكي مرفق بيها الماك ادرس بتاع البي سي ده. لو جيت عملت دي اتش بي هنا تاني كده نشوف الكابتشر. في دي اتش بي اهو دي اتش بي ديسكفر دي اتش بي اوفر. المفترض الجهاز خد دوت 11 اهو. المفترض البي سي ده خد دوت 11 اهو. تمام كده كلام جميل. تعالى للسويتش. تعالى هنا للسويتش اكزت. تعالوا نعمل دشور انترفيس ايثرنت 0/0 اها اوبا. بصوا يا جماعه السويتش اهو خزن الماك ادرس بتاع مين؟ بتاع الفي بي سي او بتاع البي سي ده. تمام اتاكد منين؟ هو يعني ايش عرفك يا باشمهندس ان الماك ادرس ده بتاع البي سي ده؟ هنشوف. لو انا جيت عملت شو كده وشفت علامه استفهام وجيت عملت شو لا مش شو ارب اعتقد شو شو ايه شو اي بي ولا شو هيستوري. نعمل كده شو اي بي مثلا شو اي بي. بصوا يا جماعه ادي الماك ادرس اهو بتاع البي سي اللي هو 0050 79 66 68 01. هو فعلا اللي هو ده 0050 79 66 68 01. طيب فده الماك ادرس بتاع البي سي اللي هو خزنه بالايه يا جماعه؟ خزنه بالاستيكي بامر الاستيكي ان هو السويتش استنى اول باكت دخلت له من سورس ماك ادرس ده يقوم مخزن الماك ادرس ده عنده في الاستيكي تيبل. لو انا جيت عملت شو ايه سورس شو سويتش بورت ايه في ايه شو بورت سكيورتي بورت سكيورتي انترفيس يظهر لك الايه الانترفيسز ايثرنت ايثرنت 0/0 يظهر لك الانترفيسز اللي انا عملت عليها بورت سكيورتي اللي هو من ضمنها اللي انا ايثرنت 0/0. البورت سكيورتي ايه انيبلد سكيور اب. البورت ستاتس سكيور هو سكيورد دلوقتي وحالته اب. تمام الفايوليشن مود ايه شوت داون. طيب كلام جميل. اللاست سورس ماك ادرس اهو. طب ايه الرقم ده اللي هو الفيلان؟ هو موجود على فيلان 1. طبعا احنا هناخد
الفيلانس دي ان شاء الله المحاضره الجايه. السكيورتي فايوليشن كاونت ايه؟ زيرو. تمام، كلام جميل. تعالوا نعمل شوت داون، نعمل فايوليشن على الايه، تعالوا نعمل فايوليشن على السويتش. لو انا جيت خدت هنا بي سي تمام، وجيت وصلت السويتش هنا 0.0.0 على البورت ده، وجيت فتحت البي بي سي. طبعا ده ماك ادرس مخالف للماك ادرس الايه. اوبا، بصوا يا جماعه يعني انا يعني ايه، انا كنت لسه هخلي البي سي بي سي 3 ده كنت هدخل عليه دي اتش تي بي ديسكفر، يعني هخليه يعمل دي ياخد دي اتش سي بي عشان يبعت باكت جوه الايه، اجبره ان هو يبعت باكت جوه السويتش، في السويتش يقرا السورس ماك ادرس بتاعته. لكن السويتش على طول بعت بي بي دي يو، عرف ان ده بي سي وعرف الماك ادرس بتاعه من نفسه، قام مخزنه عنده. تمام، طب كلام جميل، مش مخزنه بقى عنده، راح حط البورت اوف الفالويشن. بصوا يا جماعه، اول ما انا حطيت البي سي 3 بماك ادرس مخالف، قال لك ايه؟ بورت سكيورتي بي اس، يعني بورت البورت البورت سكيور فايوليشن ايرور ديتكتد اون ايثرنت 0.0 بوتينج ايثرنت 0.0 ان يور ديسيبل. وبعد كده بيقول لك بورت سكيورتي سكيورتي فايوليشن اوكيرد، في فايوليشن حصلت اوكي كوزد باي ماك ادرس، اللي هو ده الماك ادرس بتاع بي سي 3. تعالى نعمل شو اي بي، ده فعلا الماك ادرس اهو بتاع بي سي 3 اها تمام، اللي اخره 6802. هو التاني كان اخره 6801، لكن ده اخره 6802 اهو، لو فعلا اخره 6802 اوكي. طيب لو انا جيت عملت شو بورت سكيورتي، شو بورت سكيورتي، لا لا لا، شو بورت سكيورتي ايثرنت ايه انترفيس ايثرنت 0/0 اها، هيقول لي البورت سكيورتي انيبل سكيورد، ولكن هو شوت داون دلوقتي، والفايوليشن كاونت 1، في فايوليشن حصلت رقمها وعدد الفايوليشنز اللي حصلت از 1. طيب كلام جميل جدا. بصوا يا جماعه، لو انا جيت شلت اللينك ده، جيت حطيت مثلا بي سي 4 ايثرنت 0/0، وجيت عملت ايه اهو، وصلته هنا ايثرنت 0/0 وفتحته اها. تعال نشوف كده، جيت مثلا من ال جيت من بي سي 4 فتحته ده، جيت عملت دي اتش سي بي تمام، وجيت عملت نفس الامر مره تانية. خلي بالكو ان الكاونت هنا ما زادش، يعني المفترض في فيوليشن تاني حصل، في فيوليشن تاني حصل. طب الكاونت هنا ما زادش، ما زادش ليه؟ لان البورت اصلا اتقفل، هو البورت اصلا اتقفل، يعني هو لما بيستقبلش لا ماك ولا بتاع. لو انا كده عملت شو اي بي انترفيس بريف اها، هتلاقي البورت داون داون، يعني الستاتس بتاعته يعني حالته كلاير 1 اصلا داون، هو قفل وخلاص، هو ما بيستقبلش اصلا باكتس. الكاونت هيزيد معاك لو انت جيت عملت ريستريكت. تعالوا نجرب نعمل ريستريكت. تعالوا الاول يعني قبل ما اعمل ريستريكت تمام، الريستريكت ده يعني ما يقفلش البورت، ولكن هي ايه، هي انفورم يو ثرو الفايوليشن كاونت عندك. تعالوا الاول بس ايه، نقوم البورت. انا رجعته البي سي 1 خلاص، انا رجعته البي سي 1 اوكي، يعني ايه خلاص يا سويتش 1 عرفنا غلطتنا. هعمل ايه، شوت داون، نو شوت داون كده بقى يفتح معايا اها. كلام جميل جدا. طبعا لو انا جيت عملت شوت داون نو شوت داون، هلاقي الكاونت بتاعتي بقت زيرو اها. ليه؟ هيعمل ريفرش من اول وجديد، يعني الكاونت بتاعتي عندي واحد اوكي. وانس ان انا جيت قومت ايه، لغيت الفايوليشن، يعني لغيت حاله الفايوليشن اللي حصلت، ورجعت الامر لطبيعته ان انا رجعت البورت الى بي سي 1، فبالتالي هو اعتبر ان الفايوليشن كاونت الزيرو خلاص تمام. طيب كلام جميل جدا. تعالوا نخش على انترفيس ايثرنت 0.0 واعمل سويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن ريستريكت اها. كلام جميل، وارجع مره ثانيه. تعالوا نعمل فايوليشن. لو انا جيت عملت الاول بس الشو بورت سكيورتي 0.0 از ايه، زيرو تمام. طيب كلام جميل، تعالوا نعمل فايوليشن. لو 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 البورت ما عملش ديسكارد، لان الريستريكت اعمل ديسكارد، كذلك البروتكت اعمل ديسكارد لكن ما تقفلش. لو ما عملش ديسكارد المفروض بي سي 4 ياخد اي بي،
بامر بي سي فوق بامر الدي اتش بي اهو، مفترض ياخد اي بي. تمام، تعال نشوف كده السويتش، تعال نشوف كده، شوف بورت سكيورتي بي سي 4 ايه يا باشا، هو ريستريكت اهو. المفترض يزيد هنا، بس ممكن تكون دي مشكله في الـ في الاي او يو. هو المفترض ان هو هنا يزيد حتى في الباكيت تريسر، بيزيد معايا. بس anyway ده الريستريكت. طبعا انا هتلاقي هنا بي سي 4 اصلا ما بياخدش هنا ايه، ما بياخدش اي بي. طيب بالمناسبه يا جماعه، باي ديفولت لو انا مثلا تعالى على سويتش داش 2، اوكي تعالى هنا سويتش داش 2، باي ديفولت الفايوليشن اصلا ايه، شت داون ولا بروتكت ولا ريستريكت؟ في مشكله هنا ولا ايه كده؟ الجي ان اس سي بي ام ممكن يكون ايه عملها كده معايا. اوه شت. تمام ادمن. تمام ممكن اوكي. طيب نرجع هنا سويتش داش 2 كونف تي انترفيس ايثرنت يوصل لزيرو، ده اللي وصل الى بي سي 2. سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت، لا الاول سويتش بورت كونفيجر ده برضو سويتش بورت بورت سكيورتي لا مود سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت. هو بيقول ايه كومن كوماند ريجكتد ايثرنت يوصل لزيرو هاز ستاتيك ادريسز. static addresses لو كده كده عملت دو شورن. اوكي تمام تمام هعمل بس ايه، انا كنت اصلا مدخل الامر ده. نو اوكي. طيب اخش على انترفيس ايثرنت يوصل لزيرو، يعني انا عارف في ناس هتقول يعني هو ايه الامر ده، بس انا هبقى اشرحه لكم في ايه في اخر المحاضره. سويتش بورت بورت سكيورتي، اوكي سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيمم 1، سويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن، لا سيبكم من الفايوليشن، هعمل ماك ادرس ستيكي. طيب لو انا جيت عملت الشو بورت بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت زيرو سلاش زيرو، اها البورت سكيورتي فايوليشن باي ديفولت اللي هو الايه؟ الشوت داون. هو الايه؟ الشوت داون. انت ممكن تغيره طبعا من شوت داون، مثلا ممكن اعمل ده بروتكت انترفيس ايثرنت زيرو سلاش زيرو سويتش بورت سكيورتي فايوليشن بروتكت. لو جيت عملت دو شو بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت زيرو سلاش زيرو، اها هلاقي قلب عندي هنا الايه؟ لبروتكت. طيب كلام جميل. هو في انا عملت انا يعني انا كنت فاكر ان هو زي الايثرنت زيرو زيرو هنا، المفترض هنا الايثرنت زيرو زيرو ده متصل على بي سي 1، فانا كنت فاكر ان هو نفس القصه هنا ايثرنت زيرو زيرو واصل على الايه البي سي، بس يعني انا عملته اصلا يعني عملت بورت سكيورتي على الحته الغلط، عملته على الناحيه اللي رايح للراوتر. طبعا انا بدل ما ابدل الكونفيجريشن ممكن ابدل الايه، ممكن ابدل الانترفيسز. روح هنا ايثرنت زيرو سلاش زيرو. تمام اوكي. طيب ذاتس اول اباوت. طيب تعالوا نعمل حاجه ثانيه. تعالوا نرجع ليه الناحيه دي. انا هشيل اللينك ده اوكي وهحط سويتش هنا، سويتش ايثرنت عادي جدا يعني. تمام و هعمل هنا ايثرنت زيرو سلاش زيرو اها وحط هنا. تمام طيب تعالوا نشيل ده اصلا اها. يعني هقول لكم انا عايز اعمل ايه دلوقتي. تعالوا نحدد الماك ادرس، نلمت الماك ادرس، يعني انا هعمل ليمت من غير ما احدد ماك ادرس بعينه، من غير ما اعمل يعني ماك ادرس ستيكي، يعني من غير ما اعمل ماك ادرس فلترنج. تعالوا نروح لسويتش داش 1 اها، خش على انترفيس زيرو سلاش زيرو.
هعمل نو سويتش بورت بورت سكيورتي ونو سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيموم 1 وبعد كده نو سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ماك ادرس ستيكي بس كده. لو جيت عملت شو بورت سكيورتي ده اها بورت سكيورتي از ديسيبلد تمام كلام جميل. لو جيت عملت انترفيس ايثرنت 0 جيت عملت شو بورت سكيورتي اهو بعد كده سويتش بورت ماكسيموم تخيلوا لو جيت عملت مثلا سويتش بورت بورت سكيورتي وبعد كده من غير ما احدد الماكسيموم كده تعالوا كده نشوف سويتش بورت 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 انا جيت عملت جريت هنا اها از انيبلد تمام. طيب والماكسيموم باي ديفولت هو عندي هنا 1 طيب ارجع تاني سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيموم 2 جيت عملت دو شو ران انترفيس ايثرنت 0 اها كلام جميل. ولو جيت عملت سويتش بورت بورت سكيورتي فيوليشن هي الشت داون على فكره اما انا كتبتها ما اتكتبتش هنا لان هي باي ديفولت اصلا لكن اما كتبت الريستريكت سجلها. ملاحظين القصه دي؟ طيب احوله تاني للشت داون لو جيت رن ليش زيرو زي ما انا توقعت الشت داون لو جيت كتبتها مش هتتكتب هنا باي ديفولت اصلا تمام. طيب لو انا جيت وصلت بي سي 1 على السويتش هنا و بي سي 3 مثلا وجيت خليت تعالوا مثلا اول من بي سي 1 هبنج من بي سي 1 اتاكد بس ان هو يقدر يوصل للراوتر يعني البورت الاوبريشن بتاعه شغال ايثرنت 0/0 هو في ايه بيقول لي نوت ريتشبل نوت ريتشبل. طيب لو جيت هنا على السويتش وجيت عملت دو شو اي بي انترفيس بري ماشي دو بينج 192.168.1.1 بيبنج هو عادي جدا طيب اشيل اللينك ده بس واروح من البي سي 1 احاول ابنج مرة تانية هي دي بقى ايه مشكلة في ايه. طب لو جيت عملت ستارت كابتشر هنا جيت عملت بينج مرة تانية الفي بي سي يعني الفي بي سي برضو على فكره اوقات بيعطل يعني هو اصلا ببعت بعمل بينج ما بيبعتش اصلا هو ما بيبعتش تمام. طيب ممكن نقفل دول ستوب لا 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 ستوب والراجل ده برضو ستوب تمام ممكن نلغي دول وندلت لا 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 وندلت اخينا ده ونجرب نحط واحد تاني ماشي ونروح هنا ماشي اوكي اوكي تمام اقفل اقفل وافتح ستارت دي اتش سي بي هل بيبعت دي اتش سي بي؟ لا ما بيبعتش دي اتش سي بي هو اهو خد دي اتش سي بي اهو. طب لو جيت عملت بينج على 1.1 اهو بيبينج اهو على الراوتر يعني اتاكدت والفي سي فعلا كان عطلان يعني حاجات باجات بتحصل في الجينيس 3 عادي جدا يعني. المهم طيب تعالوا اوصل بي سي 3 ونشوف هل هياخد اي بي ولا لا. المفترض هياخد ليه؟ لان انا الماكسيموم عندي كام؟ الماكسيموم عندي هنا انا حددته 2 يعني في اي بيين بس اللي المكان بس اللي هيخشوا. تعالوا بس نخلي الماكسيمم يا جماعه خليه 3 بدل 2 سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيمم 3. هقول لكم ليه؟ لان السويتش هنا متوصل على ايه؟ سويتش ايثرنت. طب السويتش الايثرنت ده ليه ماك ادرس هيتخزن هنا على ايثرنت 0/0 يعني هيبقى عندي الماك بتاع بي سي 1 والماك بتاع بي سي 3 وكذلك الماك بتاع سويتش ايه 1 تمام. ده هيتسجل برضو على الايه الماك ادرس بتاعه هيتسجل او الماك ادرس بتاع البورت 1 ده اللي واصل على السويتش هيتسجل على الايه
البورت هنا اللي على السويتش اللي هو ايثرنت 0/0. تمام. طيب فبي سي 1 تمام، خد اي بي وبي بينج تمام التمام. تعال نروح لبي سي 3، تعال نعمل دي اتش سي بي. برضو ولا ايه؟ جيت عملت هنا بينج بيبنج عادي جدا. طيب دي اتش سي بي، هنا كويت وداوت سيفنج، وهنا كويت وداوت سيفنج. تمام. يا الراجل ده عطلان برضو ولا ايه؟ انا عشان ايه اريح دماغي نوصل الراوتر هنا. احنا ممكن طبعا نعامل الراوتر معاملة بي سي عادي جدا عشان يعني ايه اريح دماغي، بس يعني ممكن اخلي الراوتر يتعامل كبي سي عادي جدا. افتح الايه الراوتر. تمام. كونف تي انترفيس بس تنزلش لزيرو نو شوت، وبعدين اعمل اي بي ادرس دي اتش سي بي، اخليه يطلب اي بي دي اتش سي بي كده. عملت هنا ستارت كابتشر، اهو الراوتر خد اي بي اهو 1.13، خد 1.13. كلام جميل. طيب تعالوا نوصل راوتر تاني. اها المفترض انا كده عندي 3 ماك ادرس متخزنين على السويتش. لو انا جيت للسويتش كده وعملت شو بورت سكيورتي، اها بصوا يا جماعه الماكسيمم، اها التوتال از 2. ايه ده؟ شو ماك ادرس تيبل ايثرنت 0/0، هو مخزن هنا بتاع الايه الراوتر تمام، او مخزن بتاع بي سي 1. المفترض ده المفترض على فكره يخزن بتاع السويتش ده، المفترض يكون مخزن بتاع السويتش ده، ولا دي كانت؟ لان الصراحه ممكن تكون دي حلوها في الجين اس 3 هنا، لان هي كانت بتظهر معايا في جين 3.3.4. لان انا كان عندي لما اجي اعمل البورت سكيورتي لازم اعمله على 2. لو انا مثلا موصل في ام مايا، في الفي ام مايا بتوصل في ام نت، فالفي ام نت ما ينفعش اوصله مباشره على السويتش، فلازم اوصله عن طريق ايثر نت. فلما اجي اعمل البورت سكيورتي لازم اعمل ايه؟ على 2 ماك ادرس ماكسيموم، اوكي مش 1. ولكن الظاهر ان هو هنا حلوها في ال 1.4.4، ان السويتش ده ما بقاش بيسجل الماك ادرس بتاعه هنا، بيعتبروه بريدج عادي او هب عادي جدا. طيب المهم تعالوا نرجع الماكسيموم على 2 سوت بورت بورت سكيورتي ماكسيمم 2. اها طيب هوصل راوتر 2، وصل هنا راوتر 2. اها ستارت، نفتح راوتر 2 هنشوف بقى هنا راوتر 2 هل هياخد اي بي ولا لا. conf t interface pass t ethernet 0/0 no shut ip add dhcp. تعالوا نراقب السويتش هيحصل فيه ايه بقى. اها بصوا يا جماعه، port security violation occurred caused by MAC address CA02-19920008 اللي هو مين؟ اللي هو الماك ادرس بتاع راوتر 2. خدت بالكم؟ انا ما حددتش هنا، ما عملتش ماك فلتر، انا حددت الماكات اقصى عدد من الماكات تخش، وقلت قلت الفيوليشن يكون شت داون. طيب لو انا جيت مثلا على سويتش داش 1، جيت عملت شو بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت 0/0، هيقول لي في فيوليشن حصل كاونت 1 اهو، وهيقول لي ان اللاست سورس ماك ادرس اللي هو ده الماك ادرس يا جماعه اللي عمل الفيوليشن اللي هو راوتر 2. تمام. لو جيت عملت دو شو انترفيس بس ايثرنت 0/0، ده الماك ادرس اهو بتاع راوتر 2 اهو، اللي هو الماك ادرس بتاع الايه الفاست ايثرنت 0/0. الماك ادرس بير انترفيس، كل انترفيس على الراوتر بيكون ليه ماك ادرس. اها اللي هو ده فعلا مطابق للي قدامي
دلوقتي. طيب كلام جميل جدا. ده ال البورت البورت سكيورتي. تعالوا بقى ايه نحل مع بعض ال challenging test دلوقتي. اول سؤال بيقول لي for the exact، بيقول ده انا عندي هنا configuration او عندي diagram هنا، ده والراجل اهو قاعد. الشبكة دي 192.168.1 سلاش 24، تمام. 192.168.24.1 ده المفترض الاي بي بتاع الراوتر، يعني ده الاي بي بتاع فاست تنزيل سلاش 1، و 24.1 ده بتاع فاست تنزيل سلاش 0. بيقول لك عملت شو رانينج كومبيج، اظهر لي ليه الكومبيجريشن دي. بيقول لك ذا نتورك ادمنستريتور كانت كونكت تو سويتش 1 اوفر تيلنت. السويتش تاني كده، الادمنستريتور ده مش قادر يكونكت على سويتش 1 اوفر تيلنت. اها، although the hosts attached to switch 1 can ping the interface facilitating user 0 router. على الرغم من ان، يعني بصوا يا جماعه، بيقول لك ان الراجل ده مش عارف يكونكت على يخش تيلنت على سويتش 1، تمام، مع ان الاجهزه اللي متصله على سويتش 1 عارفه توصل لفاست تنزل يوصل لزيرو، عارفه تبينج على فاست تنزل يوصل لزيرو، تمام. فبيقول لك which of the following commands should be issued on switch 1 to correct this problem. القصه انا حكيت عنها المحاضره البيزك كونفيجريشن. لو انا عندي السويتش ده واصل براوتر، تمام. طيب وانا عندي هنا بي سي وعايزه تلنت من البي سي على السويتش، فالسويتش يا جماعه المفترض عشان اتلنت بكتب تلنت مثلا اي بي، فلازم ادي اي بي للسويتش. وقلنا بندي اي بي لايه؟ لفيلان 1. بندي اي بي لفيلان 1 اللي هو مثلا 192.168.1.2، صح ولا لا؟ كلام جميل. بس انا اقدر اتلنت على السويتش ده بس من جوه مش من بره. ليه؟ لان انا البي سي ده ما يحب يتل، هو واقف بره دلوقتي بره الشبكه فلان تانيه، تمام. اما يحب يخش للسويتش هيوصل له، ولكن السويتش هيطلع منين؟ ما هو السويتش مش عارف اي بي الراوتر، صح ولا لا؟ كنا بنقول ان احنا عشان نحل القصه دي لازم اعرف اي بي الراوتر بالنسبه للسويتش، ان انا اكتب اي بي ديفولت جيت واي 192.168.1.1. فانا كده عرفت السويتش ايه الاي بي بتاع الراوتر، بالتالي السويتش يقدر الجهاز من بره يتلنت على السويتش ايه من بره، تمام كده. كلام جميل جدا. فهي دي القصه اللي حصلت هنا. تعالوا نرجع تاني للسؤال. هي دي القصه اللي حصلت هنا، الراجل ده مش عارف يخش السويتش 1. فبيقول لك الامر اللي انا اكتبه عشان احل مشكله ان الراجل، يعني طالما الاجهزه دي عارفه تطلع لفاست تنزل يوصل لزيرو، فالكونكشن تمام التمام. يعني هو يعني اذا كان من البوينت دي للبوينت دي للبوينت دي الكونكشن صح وتمام التمام، وسويتش 1 ده مش عارف اصلا، الراجل من بره مش عارف يطلع سويتش 1. يعني عارفين يعني ايه؟ يعني سويتش 1 ده اصلا مش عارف يطلع على فاست تنزل للزيرو، والاجهزه اللي بعده عارفه تطلع، فده معناه ان سويتش 1 اصلا مش عارف الايه الاي بي ديفولت جيت واي بتاعه هو ايه، تمام. فده الامر المفترض اللي يتكتب، اللي هو انترفيس، لا مش انترفيس بقى، اللي هو المفترض اي بي ديفولت جيت واي 192.168.1. طيب ريفير تو ذا اكزام، بيقول لك يا سيدي the following commands are executed on interface fast tenezio slash 1 of a 2950 switch. عندي switch 2950، ده الكونفيجريشن اللي اتكتبت تحت fast tenezio slash 1، اللي هو ده فين fast tenezio slash 1 اللي هو واصل على بي سي اي، اللي هو ده الماك ادرس بتاعه. switch port port security ماشي، يعني عمل enable للبورت سكيورتي، يبقى كان بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي، هيخزن المفترض الماك ادرس بتاع بي سي اي، تمام. وبعد كده ماكسيمم 1، حلو. طيب والشوت داون طبعا الفيوليشن هو الديفولت فيوليشن ايشو هو الشوت داون. يقول لك what two functions will occur when this frame is received by 2950. ده هو استلم الفريم دي هيعمل ايه؟ اوكي طيب، استلم الفريم دي منين لمين؟ استلمها من السورس ماك اللي هو بي سي اي، وداها والديستنيشن ماك 12 اف، يعني الباكت دي برودكاست. فالسويتش هيعمل ايه؟ السويتش هنا المفترض، هل ذا ماك ادرس تيبل ويل ناو هاف ان اديشنال انتري اوف فاست تنزيل سلاش 1 12 اف؟ يعني هل هيرفق ال 12 اف كماك ادرس لفاست تنزيل سلاش 1؟ طبعا الاجابه دي غير منطقيه، لان ده ماك ادرس برودكاست، تمام. only host A will be allowed to transmit frames on fast tenezio slash 1. ايوه ليه؟ لان انا دخلت امر الاستيكي، فالسويتش هنا هيخزن الماك ادرس بتاع بي سي اي عنده في البورت سكيورتي كونفيجريشن،
فبالتالي اي حد غير الماك ادرس ده مش هيعرف يخش. ففعلا only host A will be allowed. هو طبعا عايز two functions يعني choose to اختار, ده اختيار من متعدد يا جماعة تمام, او ده سؤال متعدد اختيارات يعني. This frame will be discarded when it receives by 59. لا مش discarded, مش discarded. ليه؟ لان source MAC ده اهو مرافق لده, يعني هو متوافق او متطابق مع الماك ادرس ده. لو كان الماك ادرس هنا مختلف عن اللي فوق بتاع بي سي اي تمام, لا كان الكلام هنا هيبقى فيه كلام تاني. طيب all frames arriving on 2950 with a destination of 40000AA will be forwarded out /1. ايوه الاجابه دي صح. يعني بيقول لك هل الاجهزه او الفريمز اللي هتوصل السويتش ومكتوب في خانه الديستنيشن ماك الماك ادرس ده, هل السويتش هيطلع الفريم دي من فاست 2001؟ الاجابه ايوه تمام. طيب كلام جميل. Next بيقول لك select the action that results from executing these commands. Switch port port security, switch port MAC address sticky. بيقول لك a dynamically learned MAC address is saved in the startup config ولا is saved in the running configuration file ولا dynamically learned MAC address is saved in the VLAN database ولا are saved in the startup file if frames from the address are received ولا saved in the running configuration file is frames from that address are received. يا جماعة بصوا الماك ادرس بتاع الاستيكي هيتخزن في الستارت اب ولا في الرننج؟ عارفين يعني ايه هيتخزن في الستارت اب ولا في الرننج؟ لو هو الماك ادرس هو يعني انا لو جيت عملت شو, بصوا يا جماعة لو انا جيت عملت شو رن اها هلاقي لا لا تعالوا على سويتش داش 2 لان انا اصلا شلت الفلتر على سويتش 1 شوران. هلاقي الماك ادرس هنا اتخزن, اتخزن فين؟ في الشوران يا جماعه, مش اتخزن في في الستارت اب. لو انا جيت عملت الشو ستارت اب اها الماك ادرس هنا مش هيتخزن, مش متخزن عندي هنا خالص لان اصلا لسه ما عملتش كوبي من الرن للستارت. فاكيد الليرند ماك ادرس هيتسيف في الرننج كونفيجريشن فايل. طيب watch two commands correctly verify whether port security has been configured in FastSwitch 12 on switch. بصوا عشان دي فايدة يا جماعة اوامر الشو تمام. شو switch port شو switch port port security interface FastSwitch 12 ده اكيد معانا تمام, و شو switch port port secure interface لا اعتقد ده مش معانا. بس الاجابه لا الاجابه دي على فكره مش معانا يا جماعه لان الامر شو بورت سكيورتي انترفيس فاستيتانيت مش شو سويتش بورت. يعني شو اها جيت عملت هنا شو بورت سكيورتي مش سويتش بورت, مش سويتش بورت تمام. فانا شو بورت سكيورتي, شو بورت سكيورتي انترفيس فاستيتانيت 12 والشو راننج برده يظهر لي برده الكونفيجريشن بتاعت البورت سكيورتي اللي داخله هنا على فاستيتانيت 12. يعني انا عندي شو ران اهو فاست تنزيوس ايثانزيوس زيرو ادي البورت سكيورتي كونفيجريشن. لو عايز اتاكد تمام اعمل ايه؟ شو بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت زيرو زيرو اها دي برده. فده الامرين بتوع الشو, هو عايز ايه؟ امرين. طيب كلام جميل. اخر حاجه حاجتين بقى عايز ايه اعلمها لك قبل ايه ما نقفل المحاضره. الاوتو ريكفري, ان انا دلوقتي لو انا حصل تعالوا مثلا نخلي تعالوا نروح على سويتش داش 1 كونفتي. لو انا عايز اعمل اوتو ريكفري اوكي, لو جيت عملت دوشو اي بي انترفيس بريف اها البورت عندي مقفول في فايوليشن حصل, عشان افتحه لازم اعمل ايه؟ شوت داون نو شوت داون. طيب كلام جميل قوي. طيب لو بس ده انا بعمله مانوال, لو انا عايز السويتش اعمله اوتوماتيك اير ديسيبل اها اير ديسيبل ريكفري كوز ايه سبب الاير ديسيبل اللي بتحصل؟ الاير ديسيبل مش ان مش وضعيه بتحصل للبورت من الفايوليشن بتاعه البورت سكيورتي بس, لا كل الكلام ده يعني مثلا بي بي ديو جارد, يعني السويتش لو استلم بي بي ديو على البورت وانا عامل بي بي ديو جارد على البورت, البورت هيتنقل لوضعيه الاير ديسيبل وهكذا. الكوز عندي هنا البي البورت سكيور فايوليشن تمام كده, ان لو حصل فايوليشن كده انا شغلت الايه الاير ديسيبل ريكفري. طيب ولو عايز احدد التايم الاير ديسيبل ريكفري انترفل التايم, التايم عندي هنا بالسكندز يا جماعه, فانا مثلا اخلي ممكن التايم هنا مثلا ب 30 ثانيه
اها كده البورت هيقوم وانس ان الفيوليشن ستوبت، يعني لو الفيوليشن اتوقف دلوقتي البورت هيقوم بعد مضي ايه؟ بعد مضي 30 ثانيه. اها طيب كلام جميل. تعالوا نفصل مثلا الراوتر 2 تمام، وهعمل انترفيس 0 هعمله شوت نو شوت. اها اوكي طيب، لانه هيبدا ينفذ بعد ما البورت يكون اب، يبدا ينفذ الاوتو ريكفري ده، يعني هو دلوقتي اب وعملت الاوتو ريكفري، لو جه بقى ده قلب داون هيبدا يشغل الاوتو ريكفري فيتشر. طيب تعالوا بقى ايه نوصل من لا لا اه تمام ماشي مش مشكله. فصل تاني 0 على براوتر 2 اها يلا عم اي بي اد دي اتش سي بي اها طيب شط نو شط ايه ده ال اساسا الراوتر خد نو شط، الراوتر خد اصلا اي بي. طيب تعالوا هنا برضو هو خدوا اي بي ازاي اصلا؟ يعني انا جيت على سويتش 1 اصلا، جيت عملت دوش ورن ماكسيمم 2. طيب بي سي 1 جيت عملت هنا الفيوليشن هنا هيبدا يحصل، يعني هو خزن المكان بتاع راوتر 1 و 2 وشال ايه بي سي 1 اهو ماشي مش قصه، لان انا ما حددتش الاستيكي بقى هنا يعني. اوكي طيب انا دلوقتي يعني هو خزن ايه الماك ادرس بتاع راوتر 1 و 2 عنده، وبعدين حذف بتاع بي سي 1 لان انا قعدت فتره كبيره من بي سي 1 ما بعملش عليه اي حاجه، فراح السويتش هو قام شاله عنده من كام تيبل والماك ادرس تيبل. اني واي طيب انا الفايليشن حصل دلوقتي. طب لو انا وقفل شوت داون عشان يفتح اوتوماتيك الاول لازم الفايليشن يكون ايه وقف تمام. بصوا يا جماعه الفايليشن على فكره رجع يعني البورت رجع اب تاني اهو، لان هو يعني هو كان اهو نطلع فوق اهو حصل فين او بورت سكيورتي سكيورتي فايليشن اوكيرد تمام، وبعد كده الايثرنت اهو اتمبتنج تو ريكفر اهو بيقول لك اتمبتنج تو ريكفر، لانه بيقول لك الايثرنت 0 اتشينجد ستيت تو داون تمام، وبعد كده قال لك اتمبتنج تو ريكفر فروم بورت سكيورتي فايليشن اير ديسيبل ستيت اون ايثرنت 0 بيعمل اتمبت. الاتمشن المحاوله دي بيعملها كل ايه 30 ثانيه، بيعمل المحاوله يشوف هل في فايليشن بيحصل، لا مفيش كارنتلي دلوقتي مفيش، يقوم مقوم ايثرنت 0 سلاش 0 مره ثانيه. طيب دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بصوا يا جماعه، لو انا مثلا جيت عملت ايه شو ميك ادرس ادرس تيبل تمام، لو انا رحت على 0 سلاش 0 او 0 سلاش 0 سلاش 1 مثلا او اي بورت، يعني اي بورت، لو انا يا جماعه يعني السويتش المفترض بيخزن الماك ادرس بير انترفيس اللي هو وانس بيستلم باكت يبص على او فريم يبص على السورس ماك، هيبص هل السورس ماك متخزن ولا لا، لو مش متخزن يقوم حاطه في الكام تيبل. بس ده دايناميك ماك اساينينج، يعني ايه السويتش بيدايناميكلي بيأساين الماك من غير تدخل منك انت، لكن انا ممكن على فكره اخلي السويتش تمام، ممكن اقول له مثلا ان ايه الماك ادرس مثلا على ايثرنت 0/1 الفلاني الماك ادرس الفلاني. ده بيحصل ازاي؟ يعني انا بستاتيكلي باساين الماك ادرس اللي هو مثلا لو انا عايز، يعني بصوا ده الماك ادرس بتاع الايه راوتر داش 1 اللي هو الراوتر ده متخزن دايناميك، السويتش خزنه دايناميك هنا على ايثرنت 0/1، لو انا عايز اخليه ستاتيك يعني اثبته الماك ادرس ده رايح للايه للانترفيس ده بعمل ايه ماك ادرس ستاتيك تمام، واكتب الستاتيك ماك ادرس، انا هاخد الماك ادرس بتاع الراوتر اهو واعمل كليك يمين بس كده هيقوم نازل على طول فيلان الماك ادرس الانترفيس ده في فيلان 1 انترفيس ايثرنت 0/1، سجل ده في انترفيس 0/1. خلي بالكو ان الماك ادرس ده كان جنبيه دايناميك، التايب بتاعه ايه از دايناميك، يعني اتسجل دايناميكلي على السويتش من غير تدخل منك انت تمام. طب لو جيت عملت الشو ماك ادرس تيبل تعالوا نشوف كده الماك ادرس اتحول التايب بتاعته من دايناميك الى ستاتيك تمام. طيب فدي الايه دي الملحوظه دي مهمه جدا هتفيدكم جدا جدا في السبانينج تري بروتوكول، يعني هشرح لكم مشكله قابلتني ما كانش عندي حل ان انا اعمل ده
تمام، ان انا اساين ماك ادرس استاتيكلي على بورت. طيب في المحاضره النهارده شرحنا البورت سكيورتي، شرحنا الاتاكس بتاعت الاي دي اتش بي ستارفيشن والماك ادرس، واتكلمنا عن الثلاث محاور بتاعه البورت سكيورتي، اتكلمنا عن الفايليشن كاونتر ميجرز، اتكلمنا عن الماك فلترنج، اتكلمنا عن الماك نمبرز، والتشالنجنج لاب 4 اللي فصصنا فيه البورت سكيورتي بالحالات بتاعته، وحلينا مع بعض التشالنجنج تيست. انا يعتبر خلصت. اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم، شكوا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.